طب انا طب خليني اتكلم معاك. اتفضل. احنا في خطه موجوده معموله لصالح توفير الميه للمناطق الساحليه، للمناطق ايه؟ الساحليه. طب ممكن تقول لي طب والمناطق اللي جوه؟ المناطق اللي جوه لو فيها ابار احنا نساهم ونساعد في ان احنا نعمل الابار اللي تحقق لكم ان انتوا تتحصلوا على ميه كويس. لكن البرنامج اللي الدوله عاملاه، وانا بقول لكم كده، المحطه اللي موجوده النهارده 150 الف متر مكعب، مش كده يا دكتور مصطفى؟ دي في مدينه العالمين، وفي برنامج لمحطات اخرى عشان توفر الميه للمدن الساحليه. في مشكله في مطروح ميه شرب؟ لا، لان احنا عملنا محطات ميه تكفي محافظه مطروح او مدينه مطروح والتطورات اللي بتتم فيها. خلي بالكم، انا لسه كنت بتكلم مع المحافظ دلوقتي وبقول له ان احنا مش قادرين نقدم خدمات للناس، بس خلي بالكم جزء من الموضوع ان احنا مش كتل جنب بعضها، احنا مش كتل جنب بعضها. اقدر اعمل برنامج في سيوة لانها مدينة او واحة على بعضها، اقدر اعمل حاجة في العالمين، اقدر اعمل في راس الحكمة، اقدر اعمل في مطروح، اقدر اعمل في السلوم. لكن النجوع الصغيرة قوي هتبقى، ان كان في مية موجودة، مش مية مطر انا بتكلم، مية ابار نقدر نعمل. لكن لو مفيش، لو عملت محطة على البحر، محطة التحلية بتتعمل على البحر لأنها بتاخد مية البحر وتعمل لها تحلية وتبقى توصلها، صعب جدا أن أنا أوزع على نطاق أكبر محافظة في مصر، أكبر محافظة في مصر الوادي الجديد ومطروح، دي أكبر محافظة. وبالتالي ما أقدرش، وأنا بكلمكم بمنتهى الصراحة، أن إحنا نعمل مية مستقرة مظبوط إلا إذا كان فيه تكتلات سكانية مظبوطة. تكتلات يعني إيه؟ يعني حي فيه مثلا 10,000، ونقدر نعمل ده. حتى لو جينا البير ده هيبقى ينزل أعماق كبيرة، بس يبقى فيه مية شرب أو مية صالحة لكم، نقدر نعمل ده. إحنا مش ساكتين. وبقول تاني، وانا من 7 سنين كان مطروح فيها مشكله مي، اذا كان حد فاكر، كان فيها مشكله مي، اتعملت محطه وعملنا لها امتداد توسعه، مش كده يا دكتور مصطفى؟ عشان نوفر ميه شرب كامله لمطروح. فاحنا البرنامج اللي الدوله عاملاه مش بس البحر المتوسط، لا، مش المدن الساحليه اللي على البحر المتوسط، لا، المدن الساحليه على البحر المتوسط والمدن الساحليه اللي موجوده على البحر الاحمر. البرنامج اللي معمول هو برنامج ان احنا نعمل محطات لتحليه المياه، مياه البحر، ودي اللي توصلها لاهالينا في المدن دي. بس انا عايز اقول لكم على حاجه، المطالب كتير لان احنا متاخرين كتير. ويمكن لما بقول ان احنا بنشتغل على كامل الدوله، قصدت بيها ان احنا محتاجين نعمل كتير كتير قوي، مش طريق بس ومش مدرسة بس، ده طريق ومدرسة ومزرعة وقطر وحاجات تانية كتير قوي، عشان احنا بنتكلم في ما شاء الله 105 مليون. ولو ما اشتغلناش بالهمة في كل حتة وعلى طول، وانا يمكن لما قال ان احنا اثناء كورونا كنا شغالين، ايوه اثناء كورونا كنا شغالين، طب ودلوقتي احنا شغالين؟ ايوه شغالين، هنفضل شغالين كده. وبقول لكم التحدي الاقتصادي اللي هو انا شايفه ده، يعني الحكومه واحنا وانتم، مش احنا وانتم يعني، واحنا كلنا هنقدر بفضل الله سبحانه وتعالى نتجاوزه، يبقى تاريخ، يبقى تاريخ برضو زي ما قلنا الإرهاب، وزي ما قلنا حاجات أخرى كتير بقت تاريخ بفضل الله سبحانه وتعالى. برضو الظرف الاقتصادي الصعب ده هيبقى تاريخ إن شاء الله.